السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ نصر قذافي فتوري، مدرس في مدرسة المستقبل، ميكانيكا. اليوم عندنا تكملة الباب الثالث، اللي هو اسم الباب الثالث الحركة بفعل عجلة جاذبية من الأرضية بالشكل هذا. بالنسبة خذينا درس اسمه الحركة على مستوى مائي، فهذا يعتبر مطبق في الأسئلة الاستراتيجية. أما الدرس الثاني اسمه الأجسام الساقطة بإهمال من؟ مقاومة من؟ الهواء. فنحن وصلنا لعند الدرس هذا يا طالب، اللي هو الأجسام الساقطة بإهمال مقاومة من؟ الهواء. يعني أي جسمين لما نعزقهن، سواء كانت عندي بلكة أو ريشة، لما نعزقها من فوق لما تهمل مقاومة الهواء، هن اثنين حيوصلن بنفس من السرعة. يعني الأجسام المختلفة في الكتل، يعني عندي كتلة قيمتها 100 وعندي كتلة قيمتها 10، هن اثنين لما نهمل مقاومة الهواء، هن اثنين حيوصلن لسطح الأرض بنفس من السرعة. فدرسنا اليوم عندنا الأجسام الساقطة بإهمال مقاومة من الهواء بالشكل هذا. فعملية الإسقاط، عملية الإسقاط بإهمال مقاومة من الهواء، أنا عندي جسم نبي نسقطه يعني بالشكل هذا، فلما ندير لعملية الإسقاط حندير لعملية إسقاط بالشكل هذا، فيسموا فيه إسقاط بإهمال مقاومة من الهواء بالشكل هذا. فأي جسم لما نسقطه حنسقطه من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل. وأي جسم لما نبدأ في عملية الإسقاط، معناه أنا بديتي فوق ونهيتي وين؟ لوطة. معناه السرعة الابتدائية هي اللي فوق والنهائية هي وين؟ للوطة. بس أي جسم لما نبدأ في عملية الإسقاط متاعها من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل بالشكل هذا، معناه أنا هيك في حالة شنو؟ سكون. يعني السرعة الابتدائية تساوي صفر في حالة السقوط، لكن لما نجينا من فوق وناخذ مثلا الخطاطة اللي قدامك يا طالب ونبدأ ندير عملية هيك قذف، في فرق بين عملية السقوط بالشكل هذا وعملية أني ناخذ الخطاط ونقول له هيك بالقذف. يعني لما نقذف الخطاط من يدي أكيد بيطلع بسرعة. يعني السرعة الابتدائية أمتى تسوي صفر يا طالب؟ في حالة السقوط. لكن في حالة القذف من الأعلى إلى الأسفل، السرعة الابتدائية لا تساوي شنو؟ صفر. السرعة الابتدائية تساوي صفر في حالة شنو؟ السقوط. السرعة الابتدائية لا تساوي صفر في حالة شنو؟ القذف. لأن نحن عندنا في المنهج ديما سرعة القذف تساوي السرعة من؟ الابتدائية. معناها يا طالب أي جسم لما نبدأ في عملية السقوط حنسقطه من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل. بديتي فوق ونهيتي وين؟ لوطة. السرعة الابتدائية تساوي صفر في حالة السقوط لما نسقط جسم من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل. لكن لما نقذف جسم من الأعلى إلى الأسفل، السرعة الابتدائية لا تساوي شنو؟ صفر. ليش؟ لأن سرعة القذف ديما دائما تساوي عندنا السرعة من؟ الابتدائية. وأي جسم لما نسقطه من الأعلى إلى الأسفل، يقعد الجسم هذا ماشي مع عجلة الجاذبية من؟ الأرضية. يعني حتى السرعة شن بيصير لها؟ تبي تزيد. يعني كم أنا ما نسكن في الدور الخامس، لما ننزل من الدور الخامس للدور الأول أكيد حننزل بسرعة. ليش؟ لأني أنا ماشي مع عجلة الجاذبية من؟ الأرضية، حتى سرعتي شنو؟ تزيد. عكس لما نركب يا طالب، لما نركب من الأسفل إلى من؟ إلى الأعلى. لما نركب من الدور الأول عند الدور من؟ الخامس، لما نركب أكيد شنو سرعتي تبي شنو؟ تبي تقل. ليش؟ لأني ماشي، أنا ماشي عكس عجلة الجاذبية من؟ الأرضية. معنى أي جسم لما نسقطه من الأعلى إلى الأسفل، يقعد الجسم هذا ماشي مع عجلة الجاذبية من؟ الأرضية. في اللحظة هذه السرعة تزيد والعجلة يقولوا لها عجلة شنو؟ تزايدية. معنى أي جسم لما نسقطه حنسقطه من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل. أفرض يا طالب أني سقطت الجسم هذا بسرعة ابتدائية تساوي صفر، الجسم هو نازل سرعته تبدأ تزيد، معنى معاش يقعد صفر، تقعد 10، تقعد 20، تقعد 30، تقعد 40، تقعد 50، تقعد 60، لين يوصل لسطح الأرض بسرعة قدرها كم؟ 70. يعني أي جسم لما يصل لسطح الأرض حيصل بالسرعة من؟ النهائية. يعني السرعة النهائية يا طالب في حالة السقوط وفي حالة القذف من الأعلى إلى الأسفل لا تساوي شنو؟ صفر. السرعة النهائية أمتى تساوي صفر؟ لما يقول لك في السؤال إن الجسم استقر على سطح الأرض، هيك السرعة النهائية تسوي صفر. لكن إذا كان ما قالش في السؤال استقر، معنى السرعة النهائية شنو؟ عندها قيمة. معنى أي جسم لما نسقطه أو نقذفه من الأعلى إلى الأسفل ويصل لسطح الأرض حيصل بالسرعة من؟ النهائية. يعني السرعة النهائية لا تساوي صفر، لا في حالة السقوط ولا في حالة شنو؟ القذف. معنى نعاود،
أي جسم لما نسقنا من الأعلى إلى الأسفل السرعة الابتدائية شو بتساوي؟ صفر. أي جسم لما نطلفه من الأعلى إلى الأسفل السرعة الابتدائية لا تساوي شنو؟ صفر. أي جسم لما نسقطه أو نقطفه من الأعلى إلى الأسفل العجلة الزيدية، العجلة قيمتها 10، العجلة لا تتغير، العجلة قيمتها 10، بس العجلة يا تقعد تزايدية يا تقعد شنو؟ تناقصية. أمتى تقعد تزايدية؟ لما نسقط الجسم من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل. ونحن الدرس هذا مطبق عندنا في الأسئلة الاستراتيجية اللي نزلوه من التعليم بإهمال مقاومة من؟ الهواء. يا طالب، أي جسمين مختلفات في الكتلة لما تسقطهن من الأعلى إلى الأسفل وبإهمال مقاومة الهواء هن اثنين يا طالب حيوصلن للأرض بنفس من؟ السرعة، لأنك أنت هامل مقاومة الهواء. مقاومة الهواء يا طالب هي الاحتكاك، هو الهواء اللي قاعد في الجو. فأنت لما تعزق بلكة وريشة، البلكة إذا كان ما فيش مقاومة هواء، البلكة والريشة هن اثنين حيوصلن لسطح الأرض بنفس السرعة. لكن إذا كان في هواء، البلكة أكيد حتوصل قبل من الريشة. بس نحن الدرس هذا عندنا في الأسئلة الاستراتيجية اللي هو باستخدام مقاومة الهواء ملغي. الدرس المطبق علينا في الأسئلة الاستراتيجية هو بإهمال مقاومة من الهواء، معناها البلكة والريشة هن اثنين يا طالب حيوصل لسطح الأرض بنفس السرعة، لأنك أنت هامل مقاومة من الهواء بالشكل هذا. معناها يا طالب النظري اللي قلتها من فمي اللي بنكتب مع الصبورة، ان اي جسم لما نسقطه من الاعلى الى الاسفل السرعة الابتدائية شو بتساوي؟ صفر. اي جسم لما نقطفه من الاعلى الى الاسفل السرعة الابتدائية لا تساوي شنو؟ صفر. اي جسم لما نسقطه او نقطفه من الاعلى الى الاسفل العجلة الزيدية السرعة تزيد، والعجلة هنا حتقعد قيمتها كم؟ 10، لان نحن هاملين مقاومة من الهواء، وتقعد للجي في اللحظة هذه تساوي عندك من؟ الاي. أمتى يا طالب عجلة الجاذبية الأرضية تساوي عجلة من؟ التصارع، لما تهمل مقاومة من؟ الهواء. ويقدن هن اثنين يا طالب نفس القيمة، قيمتهم كم؟ 10، بس تقعد 10 شنو؟ موجب، اللي هي 10 شنو؟ تزايدية بالشكل هذا. تقعد الاي الجي تساوي من؟ الاي اللي هي موجب كم؟ 10 متر على الثانية من؟ تربيع، لأن وحدة قياس العجلة هي متر على الثانية من؟ تربيع. وأي جسم لما يصل لسطح الأرض حيصل بالسرعة من؟ النهائية. يعني السرعة النهائية يا طالب في حالة السقوط أو في حالة القذف من الأعلى إلى الأسفل لا تساوي من؟ صفر. السرعة النهائية تساوي صفر لما يقول لك في السؤال أن الجسم استقر على سطح الأرض. يجب أن يقول لك سقط جسم من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل، ووصل لسطح من؟ الأرض، ثم استقر. إذا كان ما قالش ثم استقر معنى السرعة النهائية عندها قيمة، لكن لما يقول لي ثم استقر معنى السرعة النهائية شو بتساوي؟ صفر. والأجسام المختلفة يا طالب، المختلفة في الكتلة، تسقط أو تقذف من الأعلى إلى الأسفل وتصل لسطح الأرض بنفس من؟ السرعة، لأنك أنت هامل مقاومة من؟ الهواء. والعجلة في اللحظة هذه حتقعد عجلة شنو؟ تزايدية. فهذا النظر تلقى منا في الصح وخطأ في الاستراتيجية. من عند السقوط الجسم من الأعلى إلى وين؟ إلى الأسفل، السرعة الابتدائية لا تساوي صفر. أو خطأ يا طالب، السرعة الابتدائية شنو؟ تساوي صفر. آسف، السرعة الابتدائية شنو بتساوي يا طالب؟ تساوي صفر، لأن السرعة الابتدائية أمتى تساوي صفر يا طالب؟ في حالة من؟ السقوط. آسف، عند سقوط الجسم من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل، السرعة الابتدائية تساوي شنو؟ صفر. أمتى السرعة الابتدائية لا تساوي صفر؟ في حالة القذف يا طالب بالشكل هذا. معناها رقم اثنين، عند القذف من الأعلى إلى وين؟ إلى الأسفل، هنا يا طالب السرعة الابتدائية لا تساوي صفر. السرعة الابتدائية لا تساوي صفر. ثلاثة، ليش؟ لأن ديما عندنا سرعة القذف في المنهج تساوي السرعة من؟ الابتدائية. كل النظري اللي عندك في الصح وخطأ اللي في الأسئلة من الاستراتيجية، عند رقم كم؟ 4، عند السقوط أو القذف من الأعلى إلى وين يا طالب؟ إلى الأسفل، السرعة النهائية لا تساوي صفر.
السرعة النهائية لا تساوي شنو؟ صفر. خمسة عند السقوط. ليش السرعة النهائية لا تساوي صفر؟ نحن مثلناها لك لأن العجلة تقعد تزيدية، السرعة تبدأ شنو؟ تزيد. أي جسم لما يصل لسطح الأرض حيصل بالسرعة من؟ النهائية. والسرعة النهائية لا تساوي شنو؟ صفر في حالة السقوط أو من؟ القذف. إلا لو أن في السؤال يطالب نفس مركزنا فيها لما يقول لك يطالب أن الجسم لما وصل لسطح الأرض استقر، يجب أن يكتبها في شنو؟ في السؤال بالشكل هذا. عند السقوط أو القذف من الأعلى إلى وين يطالب؟ إلى الأسفل، العجلة هتقعد شنو؟ تزايدية، بس وقيمتها هتقعد ثابتة، قيمتها 10. أفضل في الضع علامة صح اللي في الأسئلة الاستراتيجية، يقول لك عند سقوط الجسم من الأعلى إلى الأسفل تمام ولا لا؟ العجلة شنو؟ تزايدية وقيمتها تتغير. خطأ، العجلة تزايدية وقيمتها ثابتة. ليش؟ لأننا لما نهمل مقاومة من؟ الهواء. تقعد الاي تسوي من؟ الجي. امتى الاي ما تسويش الجي؟ امتى عجلة التسارع ما تسويش عجلة الجاذبية الارضية؟ في الدرس اللي هو لك في الاسئلة الاستراتيجية اللي هو باستخدام مقاومة من؟ الهواء. لكن لما تهمل مقاومة الهواء تقعد الاي تسوي الجي، ويقعد هن اثنين قيمتهم كم؟ 10، وتقعد قيمتهم شنو؟ ثابتة 10. معناها العجلة تقعد الزيدية يا طالب وقيمتها شنو؟ ثابتة لا تتغير بالشكل هذا. العجلة الزيدية ها والسرعة تزداد بالشكل هذا. خمسة الأجسام المختلفة تسقط نحو الأرض، قل له بنفس من؟ السرعة بإهمال مقاومة من؟ بإهمال مقاومة من؟ الهواء. إذا كان قال لك باستخدام مقاومة الهواء تقعد الإجابة شنو؟ خطأ. لكن إذا كان قال لك بإهمال مقاومة الهواء تقعد يطالب بالإجابة شنو؟ صح. نعاود النظر اللي قريته مش حتى يقعد خطي واضح. عند سقوط الجسم من الأعلى إلى الأسفل السرعة الابتدائية تساوي صفر. السرعة الابتدائية تساوي صفر في حالة من؟ السقوط. يا طالب أنت لما تأخذ الجسم هذا وتسقط من الأعلى هيك أنت في حالة سكون، هيك حتى السرعة الابتدائية تساوي صفر لأنك أنت في حالة سكون عملية السقوط. عكس لما تأخذ الخطاط هذا وتقول له بيدك هيك، هيك عملية قذف. حتى الخطاط يطلع من يدك بيش بسرعة، من السرعة الابتدائية أمتى تساوي صفر في حالة من؟ السقوط. أما في حالة القذف السرعة الابتدائية لا تساوي صفر. أنت أي جسم لما تقطفه بيدك هكي بالشكل هذا السرعة أكيد الخطاط بيطلع بسرعة أكتر. عكس لما تقول له هكي أنت قاعد في حالة شنو؟ سكون. معنى السرعة الابتدائية أمتى تساوي صفر في حالة شنو؟ السقوط. أما في حالة القذف السرعة الابتدائية لا تساوي شنو؟ صفر. معنى عند السقوط الجسم من الأعلى إلى الأسفل السرعة الابتدائية شن بتساوي؟ صفر. السرعة الابتدائية تساوي صفر في حالة من؟ شنو؟ السقوط. لكن عند قذف من الأعلى إلى الأسفل السرعة الابتدائية لا تساوي شنو؟ صفر. سرعة القذف ديما عندنا تساوي السرعة من؟ الابتدائية. عند سقوط أو قذف من الأعلى إلى الأسفل السرعة النهائية لا تساوي صفر. ليش؟ لأن أي جسم لما يصل لسطح الأرض حيصل بالسرعة من؟ النهائية. السرعة النهائية لا تساوي شنو؟ صفر في حالة السقوط أو في حالة القذف من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل. حنكتبها لك هنا، لأن الجسم يصل سطح الأرض بالسرعة من؟ النهائية. يعني السرعة النهائية يا طالب في حالة السقوط أو القذف من الأعلى إلى الأسفل لا تساوي شنو؟ صفر. لأن أي جسم لما يصل لسطح الأرض حيصل بالسرعة من؟ شنو؟ النهائية. أمتى تسوي صفر يا طالب؟ وضحت لك، قلت لك يجب أن يجي في صيغة المسألة أو في صيغة الضاع علامة صح ويقول لك الجسم استقر على سطح الأرض، هيك تقعد السرعة النهائية شنو بتساوي؟ صفر. لكن إذا كان ما ذكرهاش في السؤال تقعد السرعة النهائية لا عندها شنو؟ عندها قيمة. ليش؟ لأن أي جسم لما يصل لسطح الأرض ويصل بالشكل هذا
الخبطة اللي تو أنا خبطتها على الوطاء، الخبطة هذه هي خبطة من؟ السرعة. لكن بعدها إذا كان قال لك استقر، معناها في اللحظة هذه السرعة النهائية شن بتساوي؟ صفر. معناها في اللحظة هذه يا طالب السرعة النهائية عند السقوط أو القذف من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل، السرعة النهائية لا تساوي صفر، لأن أي جسم لما يصل لسطح الأرض حيصل بالسرعة من؟ النهائية. إلا لو قلنا في السؤال جاء قال لك الجسم شنو؟ استقر بالشكل هذا. رقم خمسة، عند سقوط أو قذف من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل، العجلة حتقعد شنو؟ تزايدية، قيمتها 10 وحتقعد قيمتها بيش؟ 10 بالموجب، وقيمتها ثابتة لا تتغير. يعني قيمة العشرة هذه ثابتة، غير إن مرة تقعد موجب ومرة تقعد شنو؟ سالب. الموجب والسالب شنو يدل عليه؟ أن العجلة يا تزايدية يا شنو؟ يا تناقصية. بس نحن عندنا في الدرس هذا اللي هو الأجسام الساقطة بإهمال مقاومة الهواء، أي جسم لما تسقط من الأعلى إلى الأسفل أو تقذف من الأعلى إلى الأسفل، نحن عندنا العجلة ديما شنو؟ تزايدية بالشكل هذا. الأجسام المختلفة تسقط نحو الأرض بنفس من؟ السرعة بإهمال مقاومة من؟ الهواء. ونفس ما مثلناها لك يا طالب، قلنا لك عندنا بلكة أو عندنا حجر وعندنا شنو؟ ريشة. لما تعزق من فوق هن اثنين حيوصل لسطح الأرض يا طالب بنفس من؟ السرعة، لأنك انت هامل مقاومة من؟ الهواء. ومقاومة الهواء هو الاحتكاك على المحور من؟ الرأسي. الاحتكاك اللي هي آخر حصة خضيناها، لكن الدرس هذا ملغي في الأسئلة شنو؟ الاستراتيجية. مقاومة الهواء هو الاحتكاك على المحور من؟ الرأسي. هو الهواء هو اللي عندك في الجو، فأكيد لما يقعد فيه هواء البلكة حتتغلب على الهواء والريشة حيأثر فيها الهواء. لكن لما تهمل مقاومة الهواء في الدرس هذا، البلكة والريشة هن اثنين حيوصل لسطح الأرض بنفس من؟ السرعة. نعاود النظر متاعي، عند سقوط الجسم من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل، السرعة الابتدائية تساوي شنو؟ صفر. عند قذف من الأعلى إلى الأسفل، السرعة الابتدائية لا تساوي شنو؟ صفر، لأن سرعة القذف ديما تساوي السرعة من؟ الابتدائية. عند سقوط أو قذف من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل، السرعة النهائية لا تساوي من؟ صفر، لأن الجسم يصل لسطح الأرض بالسرعة من؟ النهائية. عند سقوط أو قذف من الأعلى إلى الأسفل، العجلة شنو تقعد يا طالب؟ تزايدية، بس قيمتها تقعد شنو؟ ثابتة. اللي هي كم قيمتها ثابتة يا طالب؟ حتقعد 10، بس تقعد 10 تقعد موجب كم؟ 10 متر على الثانية من؟ تربيع. والسرعة شنو في اللحظة هذه؟ تزيد. يعني إذا كان الجسم قذفته أو سقطته بسرعة ابتدائية، مثلا في حالة السقوط صفر وفي حالة القذف بسرعة، السرعة تبدأ شنو؟ تزيد لين توصل لسطح من؟ الأرض. الأجسام المختلفة تسقط نحو الأرض بنفس السرعة بإهمال مقاومة من؟ الهواء. وهذين خمس نقاط نحن كتبناهن على الصبورة، اللي هن خمس نقاط شنو؟ نظري بالشكل هذا. حنمحى هذا ونزيد النظري متاعي بالشكل هذا. رقم ستة، عجلة التسارع تساوي عجلة الجاذبية من؟ الأرضية. أمتى يساوون بعضهم؟ يجب أن يقول لك بإهمال مقاومة من؟ مقاومة شنو؟ الهواء. لما تعمل مقاومة الهواء تقعد الجي تسوي لك من؟ الاي، وتقعد هنا اثنين قيمتين ثابتة اللي هن موجب كام؟ 10 بالشكل هذا. وهيك يا طالب في اللحظة هذه ما عادش نقدر نستخدم القوانين اللي كنا ناخذه فيهم في الحركة على مس ومن؟ مائل، لأن الحركة على مس ومائل كان الجسم على سطح مائل، كانت فيه مركبة اسمها مركبة الوزن. لكن الدرس هذا بدون سطح مائل، الدرس هذا عبارة عن اني جسم ويا طالب وعزكته في الهواء بالشكل هذا. يقولوا له الأجسام الساقطة وين؟ في الهواء، بس بإهمال مقاومة من؟ الهواء. معنا ما عادش نقدر نستخدم القوانين اللي كنا نستخدمه فيهن وين؟ في الحركة على مستوى مائل، لأن كنا نطلعه في المركبة، لأن هنا ما في السطح شنو؟ مائل. حنستخدم قوانين الحركة بفعل عجلة الجاذبية من؟ الأرضية، اللي نحن نهينا بهن الباب
اللي هو باب الاحتكاك لهن قوانين الحركة الثلاثة، غير كنا نحطه في A توا تبي تحول الA وتحط بدلها من جي، لأن الA أصبحت تسوي عندنا من جي، لأنك أنت هامل مقاومة من الهواء، أنت يا طالب هامل مقاومة الهواء اللي هو الاحتكاك يا طالب هاملة، معناه الأجسام المختلفة سواء كان مختلفات في الكتلة هن اثنين حيوصل لسطح الأرض بنفس من السرعة بالشكل هذا. رقم 7 في النظري عندما ريتشن كتبت على السبورة، يستقر الجسم على سطح شنو؟ الأرض. لما يستقر هنا تقعد السرعة من النهائية تساوي صفر. يعني كيف طالب؟ ندير لك كمثال، يقول لك يسقط جسم بسرعة، يسقط جسم من الأعلى إلى الأسفل من ارتفاع 25 متر ويصل لسطح من الأرض ثم يستقر. لما يكتب لك كلمة ثم يستقر يا طالب اللي دير عليها يدي هيك النهائية تسوي صفر، لكن إذا كان في السؤال يا طالب ما كتبش كلمة يستقر، من السرعة النهائية تجد عندها شنو قيمة، لأن أي سطح يصل أي جسم يصل لسطح الأرض يصل بالسرعة من النهائية. يعني إذا كان ما كتبش كلمة يستقر في السؤال من الجسم أعرف أنه هو وصل لسطح الأرض بسرعة، يعني مازال ما استقر في اللحظة هذه. معناها يا طالب يجب أنك تركز على النقطة رقم كم، رقم 4 والنقطة رقم كم 7. النقطة رقم 4 يا طالب الجسم وصل لسطح الأرض وصل بالسرعة، يعني مازال ما استقر، تقعد السرعة النهائية لا تساوي شنو صفر. لكن إذا كان جاء في السؤال وقال لك الجسم يستقر هكي تقعد النهائية شنو بتساوي صفر. والقوانين اللي نهينا بين باب الاحتكاك هن اللي بناخذه هن اللي بنستخدموهن في الدرس هذا، اللي هو الأجسام الساقطة بإهمال مقاومة من الهواء، اللي هن القوانين من يا طالب الثلاثة بالشكل هذا، اللي بدل ما ناخذه بدل ما نستخدمه A حنستخدمه من G. ليش؟ لأن أصبحت الA تساوي من G. شلنا قوانين الحركة، أنا بالنسبة لي مسميهن قوانين الحركة في الدرس هذا بفعل عجلة الجاذبية من الأرضية. شلنا القوانين بالنسبة لنا، أول قانون نسميه القانون الأول اللي هو V تساوي U زائد. ليش حطيت زائد؟ لأن العجلة شنو؟ تزايدية J في T. بالنسبة للقانون هذا نحن عارفين هو القانون من الأول اللي معطيته لك كم وين في المدرسة، وهذا أنا مسميه القانون من الأول. والقانون هذا يا طالب نذكرك به أنه هو يربط العلاقة ما بين السرعة والزمن. القانون الثاني يقول S تساوي U في T زائد نص J يا طالب في تي، بس الكل شنو تربيع. القانون هذا انا مسميه قانون من الثاني. والقانون الثاني هذا يا طالب هذا وظيفته انه هو يربط العلاقه ما بين المسافه صلحها لكي بالشكل هذا، المسافه او مرات يقولون لها الازاحه والزمن. آخر قانون يقول لك V تربيع تساوي U تربيع زائد 2 في G في S بالشكل هذا. القانون هذا نسميه القانون من الثالث، ولب نتفقوا أن القانون الثالث هذا يا طالب أن وظيفته شنو؟ يربط العلاقة يا طالب ما بين السرعة والمسافة. نوسع لك الصبورة بالشكل هذا، هذا يربط العلاقة ما بين السرعة والمسافة أو الإزاحة بالشكل هذا. وهذين كم قانون؟ ثلاث شنو قوانين بالشكل هذا. نعاود القراءة رقم 6 ورقم كم 7 بشوية بشوية. عجلة التسارع تساوي عجلة الجاذبية من الأرضية بإهمال مقاومة من الهواء. أي جسم لما يستقر على سطح الأرض تقعد السرعة النهائية تساوي صفر. إذا كان يا طالب الجسم ما استقرش على سطح الأرض تقعد السرعة النهائية لا تساوي شنو صفر. ولب نتفقوا يا طالب قبل ما نبدو في مسائل السقوط، لب نتفقوا السرعة الابتدائية أمتى تساوي صفر يا طالب؟ عند سقوط الجسم، سقوط شنو حر. السرعة الابتدائية يا طالب أمتى ما تسوي الصفر؟ لما نقذف جسم من الأعلى إلى من
الى الاسفل. اي جسم لما نسقط من الاعلى الى الاسفل العجله حتقعد شنو؟ تزايديه. والسرعه يا طالب شنو يصير لها؟ تبدا شنو؟ تبدا تزيد. واي جسم لما نسقط او نقطف من الاعلى الى الاسفل ويصل لسطح الارض حيصل بالسرعه من النهائيه. السرعه النهائيه لا تساوي صفر. امتى تساوي صفر؟ لما يقول لك في المساله يا طالب الجسم شنو؟ استقر. إذا كان في المسألة أو في الضع علامة صح ما كتبش كلمة يستقر، معنى السرعة النهائية يا طالب عندها قيمة، لأن أي جسم لما يصل لسطح الأرض يصل بالسرعة من النهائية. يعني إذا كان ما كتبش كلمة يستقر معنى الجسم وصل بسرعة لسطح الأرض، يعني مازال ما شنو؟ استقر. بالنسبة قوانين الحركة بفعل عجلة جاذبية من الأرضية، القانون الأول V تساوي U زائد G في T، وهذا يربط العلاقة بين السرعة ومن؟ والزمن. أما القانون الثاني هو S U في T زائد نص G في T من T تربيع، والقانون هذا يربط العلاقة بين المسافة أو والإزاحة ومن والزمن بالشكل الأرضي. ما المسافة هي نفسها من الإزاحة في وحدات القياس فقط، بس يعني وحدة القياس المسافة هي نفس وحدة القياس من الإزاحة. يعني إذا كان المسافة تقاس بالمتر والإزاحة تقاس بإيش؟ بالمتر. لكن الفرق اللي بيناتهم أن المسافة ما عندهاش نقطة بداية ونقطة نهاية، والإزاحة عندها نقطة بداية ونقطة من النهاية، بس إن اثنين يقاسم بنفس من الوحدة اللي هي من متر بالشكل هذا. أما القانون الثالث في تربيع تساوي يو تربيع زائد اثنين في جي في من في إس، والقانون هذا يا طالب يربط العلاقة بين السرعة ومن والمسافة بالشكل هذا. وهذين ثلاث قوانين في الدرس اللي نحن تو بدينا به بعد التوقيفة هذه، اللي هو الأجسام الساقطة بإهمال مقاومة من الهواء. وأي ولما تهمل مقاومة الهواء من أنت هملت يا طالب الاحتكاك. مقاومة الهواء هو الاحتكاك على المحور الرأسي، هو الهواء اللي عندك في الجو. هذا لما يقعد في هواء الجسم اللي ما هوش ثقيل تمام ولا لا، اللي كيف الريشة مستحيل تتغلب على الهواء. لكن لما تهمل الهواء هن اثنين سواء كانت بلكة أو ريشة حيوصل لسطح الأرض بنفس من السرعة يا طالب. والآن يا طالب نبدو بالمسائل بتاعت الأجسام شنو الساقطة بأهمال مقاومة من الهواء بالشكل هذا، وحنستخدم الثلاث من قوانين. وكل قانون يا طالب تبي تستخدم على حسب بالشكل هذا على حسب الاستخدام. فنبدو بالمثال الأول. مثال: سقط جسم من السكوم. أوجد رقم واحد منا سرعته، أوجد السرعة، رقم واحد أوجد السرعة عندما يصل إلى سطح شنو؟ الأرض من السكون. بعد كمل لك السؤال. سقط جسم من السكون ويصل إلى سطح شنو؟ الأرض بعد زمن 3 ثواني، اللي هو 3 سكن بالشكل هذا. أوجد رقم واحد السرعة عندما يصل إلى سطح شنو؟ الأرض. رقم اثنين المسافة، وأفضل المسافة هذه يسموا فيها كمين اسم، مرات يقولوا لها المسافة، مرات يقولوا لها الارتفاع، مرات يقول لك نبي الارتفاع هي نفس المسافة، أو الإزاحة هي نفس المسافة. ليش؟ لأن المسافة والارتفاع والإزاحة هن اثنين هن ثلاثة يقاسم بيش بنفس الوحدة هي من متر. أقرأ السؤال طالب. قال لي سقط الجسم لما يسقط أكيد حيسقط من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل يا طالب، لأن ما في السقوط من اللوطة الفوق، السقوط ديما من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل. بس أي جسم لما تسقط أنت حتسقط من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل. معنى أنا سقطت من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل. معنى بديتي فوق ونهيتي وين؟ لوطة. معنى السرعة الابتدائية تقعد فوق والنهائية وين تقعد؟ لوطة. بس أي جسم لما ندير له عملية سقوط
تقعد السرعة الابتدائية شن بتساوي؟ صفر. لأن نحن اتفقنا يا طالب من أول ما شرحت الدرس هذا إن السرعة الابتدائية تساوي صفر في حالة من؟ السقوط. من أي جسم لما نسقطه من الأعلى إلى الأسفل حنسقطه بالسرعة من؟ الابتدائية شن بتساوي؟ صفر. من السرعة الابتدائية تساوي صفر في حالة من؟ السقوط. من السرعة الابتدائية يا طالب أنا شن بتساوي؟ صفر، لأن الجسم في حالة شنو؟ سقوط. أقرأ السؤال، سقط جسم من السكون، معنى الجسم لما سقط سقط من 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 السكون، معنى السرعة الابتدائية شن بتساوي؟ صفر. ويصل إلى سطح الأرض بعد زمن. قال لك لما وصل الجسم لسطح الأرض وصل بعد زمن كم قدرة؟ 3 سكن. أوجد سرعة عندما يصل إلى سطح من؟ الأرض. الجسم لما سقط سقط بسرعة ابتدائية تساوي صفر. معنى الجسم لما يصل لسطح الأرض حيصل للسرعة من؟ النهائية. معنى المطلوب منك في المسألة يبي منك السرعة من؟ النهائية. هل نسألك سؤال يا طالب، هل لما قال في السؤال لما اكتبه لك وقال لك أوجد السرعة عندما يصل لسطح الأرض وبعد كلمة سطح الأرض كتب يستقر؟ ما كتبهاش. عارف لو قلنا كتب يستقر معناها النهائية تساوي صفر، لكن إذا كان ما كتبش كلمة يستقر معنى السرعة النهائية يا طالب عندها شنو قيمة. معنى المطلوب الأول يبي منك السرعة النهائية لما الجسم وصل لسطح من؟ الأرض يا طالب. يعني الجسم ما زال ما استقر لما وصل لسطح من؟ الأرض بالشكل هذا. وبعد زمن كم قدرة يا طالب؟ 3 ثواني. معنى في اللحظة هذه يا طالب نبي نطلع السرعة من؟ النهائية. ونحن كم كتبنا قانون يا طالب؟ كتبنا 3 قوانين. القانون الأول V تساوي U زائد J في T. القانون الثاني S تساوي U في T زائد نص J يا طالب، في T يكون تربيع. القانون اللي بعده V تربيع تساوي U تربيع زائد 2 في J في من؟ في S. هنا أعطاني الزمن ويبي مني السرعة. شنو هو القانون الذي يربط العلاقة بين السرعة والزمن؟ بالنسبة للقانون الثاني مستحيل، لأن في مسافة والمسافة مطلوبة، وفي نفس الوقت أصبح القانون فيه مجهولين، مستحيل يطلع القانون من؟ الثالث. القانون الثالث أصلا ما فيش زمن، ما عندناش إلا القانون من؟ الأول، لأن القانون الأول هو القانون الذي يربط العلاقة بين السرعة ومن؟ والزمن. وطالب هو أعطاك الزمن وطلب منك من؟ السرعة. من شنو هو القانون الذي يربط العلاقة بين السرعة ومن؟ والزمن. هو القانون من؟ الأول. فيا طالب القوانين الثلاثة هذين كيف تستخدمها؟ على حسب. كان عطاك زمن وطلب منك سرعة كيف في السؤال اللي توه؟ معناه ما عندكش إلا قانون من؟ الأول. كان عطاك مسافة وطلب زمن، معناه في اللحظة دي ما عندكش إلا القانون من؟ الثاني. كان عطاك مسافة وطلب من؟ سرعة، معناه ما عندكش إلا القانون من؟ الثالث. لكن هنا عطاني زمن وطلب مني من؟ سرعة. من القانون الذي يربط العلاقة بين السرعة ومن؟ والزمن. هو القانون من؟ الأول يا طالب بالشكل هذا. معناه أنا أكبر خطي بالشكل هذا، معناه شنو هو القانون يا طالب الذي شنو هو القانون الذي يربط العلاقة بين من ومن؟ جاوبنا بين من ومن؟ بين الزمن ومن؟ والسرعة، اللي هو القانون الأول V تساوي U زائد J في T. أي جسم لما تسقطه هتسقطه من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل. بس أي جسم لما نسقطه هنسقطه بالسرعة الابتدائية شنو بتساوي؟ صفر، لأن السرعة الابتدائية تساوي صفر في حالة من؟ السقوط. معنى الابتدائية شنو بتساوي؟ صفر، لأن الجسم في حالة شنو؟ سقوط. تقعد V تساوي J في T. أبدأ عوض يا طالب، ال V J قيمتها كم؟ 10. أما الزمن قيمتها كم؟ 3. تعطيك 30 ووحدة قياس السرعة هي متر على من؟ على الثانية بالشكل هذا. تم. المطلوب الثاني طالب مني يا طالب المسافة أو الارتفاع. احنا قلنا المسافة، الارتفاع، الإزاحة، كل نفس المعنى، كل يقاسم بنفس الوحدة هو من؟ متر. فالمطلوب الثاني يبي منك من؟ المسافة. وعطيني زمن، شنو هو القانون الذي يربط العلاقة بين المسافة والزمن؟ ما عندكش إلا القانون الثاني. القانون الثاني هو الذي يربط العلاقة بين من؟ بين المسافة ومن؟ والزمن بالشكل هذا. معنى المطلوب الثاني ألف جبنا السرعة اللي هي السرعة من؟ النهائية. رقم 2 إيجاد من؟ المسافة أو الارتفاع. بأي قانون يا طالب؟ هنستخدم القانون من؟ الثاني بالشكل هذا. شنو يقول؟ يقول S تساوي U في T زائد نص J في T كل تربيع. هذا هو القانون الذي يربط العلاقة بين من ومن؟ بين
من بين الزمن ومن والمسافة. بالنسبة للسرعة الابتدائية حتسوي صفر، لأن المسألة في حالة شنو؟ سقوط بالشكل هذا. معنى الابتدائية شن بتساوي؟ صفر. صفر في التي بصفر، تقعد اس تساوي نص جي في تي كل من تربيع، لأن الاثنين هذين مضروبات في بعضهم يا طالب. اليو مضروبة في التي واليو تساوي صفر، صفر في التي بصفر بالشكل هذا. كمل المسألة هنا ونبدأ نعوض. S تساوي نص ضرب 10 ضرب الزمن، عطى لك كم؟ كم 3 في المسألة. 3 في 3 بإيش؟ بتسعة. 9 في 10 90، 90 في النص حتعطيك 45 متر الإجابة. بالشكل هذا نعاود المسألة. في المسألة قريتها لكي، قال لك يسقط جسم من السكون ويصل لسطح الأرض، أوجد السرعة التي يصل بها الجسم لسطح الأرض. اتفقنا أنه هو يبي السرعة من النهائية، وقال لي ويصل لسطح الأرض بعد زمن كم؟ قدر يا طالب 3 ثواني. شن هو القانون الذي يربط العلاقة بين الزمن والسرعة؟ ما عندناش إلا القانون من الأول، لأن الثاني والثالث فيه شنو؟ مسافة، والمسافة مطلوبة في المأوين، مطلوبة في السؤال. بالنسبة للسرعة الابتدائية شن بتساوي؟ صفر، لأن الجسم في حالة شنو؟ سقوط. تمت الجي عندنا في من؟ في تي. الجي قيمتها بعشرة والتي قيمة الزمن 3. 3 في العشرة بيش؟ ب30، و30 متر على من؟ على الثانية. بالنسبة للمطلوب الثاني طالب مني المسافة، والمسافة هي الارتفاع. شن هو القانون الذي يربط العلاقة بين الزمن والمسافة؟ ما عندناش إلا قانون من الثاني اللي هو يو في تي زائد نص جي في تي كل تربيع. بالنسبة الابتدائية شن بتساوي؟ صفر. ليش؟ لأن الجسم في حالة شنو؟ سقوط. لأن أي جسم لما نسقطه من الأعلى إلى الأسفل السرعة الابتدائية شن بتساوي؟ صفر. بالشكل هذا. بالنسبة الصفر لما تضربه في التي تريح التي وتريح حتى اليوم. مع ليش؟ لأن هذين مضروبات في بعضهم، يعتبر المقدار واحد. نص جي في تي من الكل من تربيع، النص للجي قيمتها 10 لأنها ثابتة بالشكل هذا، لأن نحن همين مقاومة من الهواء. أما الزمن قيمته كم؟ 3. بس الزمن نحن في القانون مربع، فلما تربع 3 في 3 بإيش؟ بتسعة. 9 في 10 90، 90 في النص حتعطيك الإجابة كم؟ 45 بالشكل هذا. نمشي ندوروا مثال آخر مش نثبت المعلومة. مثال قال لك أسقطت طفلة حجر من فوق جسر فارتطم الحجر بماء النهر بعد زمن 1.4 أو خلينا ندروها 3 بعد زمن كم؟ 3 سكن. فالمطلوب قال لك أوجد ارتفاع الجسر. ارتفاع الجسر نفس الطريقة يا طالب، نفس الطريقة. يا طالب نفس الطريقة. أسقط طفلة حجر من فوق جسر، يعني الطفلة قاعدة وين؟ فوق جسر، وأسقطت الحجر بالشكل هذا. فارتطم الحجر بماء من النهر، قال لك بعد زمن كم قدره؟ 3 ثواني. أوجد ارتفاع من الجسر. أي جسم لما نسقطه، أنا حنسقطه من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل. بس لما سقطت بديتي فوق ونهيتي وين؟ لوطة. بس أي جسم لما نسقطه من الأعلى إلى الأسفل حنسقطه بالسرعة الابتدائية اللي هي شن بتساوي؟ صفر. السرعة الابتدائية تساوي صفر في حالة من السقوط. والحجر لما وصل لسطح الماء وصل بزمن كم قدرة يا طالب؟ 3 سكن. يبي منك ارتفاع الجسر، يبي منك الارتفاع من أول ما بدأ في عملية السقوط حتى لما وصل لسطح من الأرض، يعني يبي منك الارتفاع من لحظة السقوط حتى يصل لسطح من الأرض، هو يبي منك الاس. وعطاني الزمن كام؟ 3. شن هو القانون الذي يربط العلاقة بين السرعة، أو قصدي بين المسافة والزمن، أو بين الارتفاع والزمن؟ ما عندناش إلا القانون الثاني. القانون الثاني يا طالب هو الذي يربط العلاقة بين من ومن، بين المسافة ومن والزمن.
لكن القانون الأول لا، ما فيش مسافة. القانون الثالث ما فيش زمن، ونحن عندنا في المسألة زمن. فيا طالب الثلاث قوانين هذين كيف تستخدمان؟ لما يعطيك زمن ويطلب مسافة ما أنا ما عندكش إلا الثاني، لما يعطيك زمن ويطلب السرعة ما أنا ما عندكش إلا الأول، لكن لما يعطيك مسافة ويطلب سرعة ما أنا ما عندكش إلا القانون من الثالث بالشكل هذا. تم يطالب معناها في اللحظة هذه شنو هو القانون الذي يربط العلاقة بين من ومن؟ بين السرعة أو خطأ يطالب بين المسافة آسف والزمن. ما عندناش إلا الثاني اللي بدري S تساوي U في T زائد نص J في T كل تربيع. الابتدائية شنو بتساوي؟ صفر للقلبة. تجد S تساوي نص J في T كل تربيع. أبدأ عوض نص ضرب كم؟ بتجيب 10. ضرب الزمن عطالك كم بثلاثة، ونفس الطريقة 3 في 3 بتسعة، 9 في 10 بتسعين، 90 في النص حتعطينا الإجابة كم يا طالب؟ 45. ووحدة قياس المسافة هي من؟ متر بالشكل هذا. وهذا يعتبر المثال الثاني. حنعاوده، قال لك أسقط طفلة حجر من فوق جسر فارتطم الحجر بماء من؟ النهر. بعد زمن كم قدرة؟ 3 ثواني. أوجد ارتفاع من؟ الجسر. يبي منك الارتفاع من اول ما بدا في عمليه السقوط حتى لما يصل لسطح مال الماء اللي هو سطح، ان احنا نقول له سطح الماء اللي هو سطح مال الارض. وقال لك بعد زمن 3 ثواني، ويبي منك الارتفاع، والارتفاع هو مال المسافه. شنو هو العلاقه التي تربط العلاقه بين المسافه ومال والزمن؟ ما عندناش الا قانون مال الثاني اس يو في تي زائد نص في تي كل تربيع. الابتدائية تساوي شنو؟ صفر. صفر في التي بيش بصفر، تقعد نص جي في تي كل من تربيع. الجي طبعا قيمتها 10 بتعوض بها. أما الزمن كم؟ 3 × 3 × 3 = 9 × 9 = 10 + 90 × 90 = بيش ب45. المسألتين اللي عطيت لك يا طالب هذين اسمهن، المسألتين هذين عطيت لك هن اثنين في حالة من السقوط. نمشوا ندوروا مسألة أخرى، بس ما نقولوش السقوط، هنقوله قذفت، ونحلوا المسألة. المثال اللي بعده قال لك قذفت كرة إلى الأسفل بسرعة 3.5 متر على الثانية وتصل إلى سطح شم الأرض بسرعة 17.5 متر على الثانية. قال لك أوجد الارتفاع اللي هي المسافة. أقرأ السؤال، قذفت كرة إلى الأسفل، منين قذفها يا طالب؟ قذفها من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل. بس أي جسم لما نقذفه من الأعلى إلى الأسفل معناه أنا بديتي فوق ونهيتي وين؟ لوطة. معناه السرعة الابتدائية فوق والنهائية وين تقعد؟ لوطة. بس أي جسم لما نقذفه أنا حنقذفه بالسرعة من؟ الابتدائية. يعني يا طالب تو السرعة الابتدائية تو لا تساوي صفر. السرعة الابتدائية أمتى تساوي صفر يا طالب؟ لما يحول الكلمة هذه ويحط كلمة سقطت، هيك الابتدائية شو بتساوي؟ صفر. لكن لما يحول كلمة سقطت ويحط كلمة قذفت معناها السرعة الابتدائية لا تساوي صفر. ليش؟ لأن السرعة الابتدائية دائما تساوي سرعة من؟ القذف. لأن الجسم لما قذفها من فوق قذفها بسرعة، معناها السرعة الابتدائية لا تساوي شنو؟ صفر، لأن الجسم في حالة شنو؟ قذف. معناها يا طالب أي مسألة يقول لي قذف جسم من الأعلى إلى الأسفل، أعرف أن السرعة الابتدائية لا تساوي شنو؟ صفر. أعرف أن السرعة الابتدائية عندها قيمة، يا يعطيها لك في المسألة، إذا كان ما عطاهاش لك يا طالب أنت ضروري تعدي تجيبها حتى لو أنها ما هيش مطلوبة في المسألة. بس المسألة اللي درتها لك توا قدامك أن السرعة الابتدائية عطاها لي، لأن قال لي قذفت كرة إلى الأسفل، معناها قذفها من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل بسرعة. معناها هو لما قذفها قذفها بسرعة كم؟ 3.5، اللي هي السرعة من؟ الابتدائية. معناها يا طالب لما قذفها قذفها بسرعة ابتدائية كم قدرها؟ 3.5. وتصل إلى سطح الأرض بسرعة كم قدرها؟ 17.5. فقال لك الجسم لما وصل لسطح الأرض وصل بسرعة كم قدرها؟
17 شنو ونص. ونحن قلنا اي جسم لما يصل لسطح الارض حيصل بالسرعه من النهائيه، معناها ال 17 ونص يا طالب هي السرعه من النهائيه، معناها لما وصل وصل بالسرعه النهائيه اللي هي كم 17 شنو ونص يا طالب. ركز معايا، انا كيف عرفت ان اليو هي 3 ونص والفي هي 17 ونص يا طالب؟ العمليه سهله، لانك انت قاذف جسم من الاعلى الى من الى الاسفل، اكيد العجله شنو تزايديه، اكيد السرعه بتزيد. يعني السرعه انت لما قذفتها بايش ب 3 ونص، الجسم هو ساقط سرعته بدات تزيد، ما انا ماشي قاعد 3 ونص تم تزيد 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 لين وصلت كام 17 ونص. معناها السرعه النهائيه 17 ونص والابتدائيه كام 3 ونص، لان نحن عندنا العجله الزايديه السرعه شنو بيصير لها تزيد، يبي منك الارتفاع، الارتفاع الذي يبدا من السرعه الابتدائيه حتى السرعه مان النهائيه اللي هي كم عطاها لنا يا طالب 17 ونص متر على الثانيه بالشكل هذا. المطلوب يبي مني مان او السرعه النهائيه اللي هي كم 17 ونص، يبي مني مان المسافه اللي هو مان الارتفاع. نعاود السؤال، قال لك قذف كره الى الاسفل بسرعه كم 3 ونص، ونحن قلنا اي جسم لما تقطفه حتقطف لنا بالسرعه من الابتدائيه، يعني السرعه الابتدائيه في حاله القذف يا طالب لا تساوي شنو صفر. واي جسم واي مساله يكتب لي فيها كلمه قذف معناها السرعه الابتدائيه يا طالب عندها قيمه، يا انك تعدي تجيبها، اذا كان ما اعطاهاش لك في المساله انت ضروري تعدي شنو تجيبها، لكن في المساله هذه يا طالب نحن اعطاها لنا اللي هي كم 3 ونص، وتصل الى سطح الارض بسرعه كم قدرها يا طالب 17 ونص اللي هي السرعه من النهائيه. يبي منك الارتفاع، الارتفاع من اول مقذف حتى وصل لسطح الارض هي كم الاس بالشكل هذا، معناها يا طالب مني من الارتفاع. وانا عندي كم قانون 3 من قوانين، شنو هو القانون الذي يربط العلاقه بين السرعه والمسافه؟ بالنسبه للقانون الاول ما فيش مسافه، في زمن. الثاني في زمن وفي شنو مسافه، والزمن هنا ما عطاش لي، ما عندناش الا القانون مان الثالث، لان القانون الثالث هو الوحيد الذي يربط العلاقه بين السرعه ومان والمسافه. معناها العلاقه شنو هو القانون الذي يربط العلاقه بين من ومن؟ بين السرعه والمسافه. ما عندناش الا القانون الثالث اللي هو في تربيع تساوي يو تربيع زائد 2 جي في اس. ابدا عوض يا طالب، بالنسبة للسرعة النهائية 17 ونص الكل تربيع، بالنسبة الابتدائية 3 ونص الكل تربيع زائد 2 ضرب تجيبش بعشرة، أما الاس هي المطلوبة هي اللي نبوها بالشكل هذا، 2 في العشرة بعشرين. 3 ونص ضروري يا طالب نخلي الاس في طرف من بروحها، معنى 3 ونص نشيلها بعكس الإشارة، فتجد عندك 17 ونص ناقص 3 ونص بس الكل من تربيع شن بتساوي؟ 2 في العشرة بيش؟ بعشرين ضرب كم يا طالب؟ اس. نحن عندنا قاعدة يا طالب ديما ناخذ فيها في الرياضيات، يقول لك المضروب مجهول يجي شنو؟ مقسوم. ما انا بقسم الطرفين المعادلة على كم يا طالب؟ على 20، لأن نبوا الاس ويقول لك المضروب في المجهول شنو؟ مقسوم. ما انا نقسم على كم؟ على 20، تمشي هذه مع هذه وتقعد الاس تساوي يا طالب بالشكل 17 ونص الكل تربيع ناقص 3 ونص الكل تربيع على 20. الإجابة يا طالب حتعطيك 14.7، ووحدة قياس من المسافة هي من متر بالشكل هذا يا طالب. أنا في السؤال اللي توه قدامك قال لك قذفت كرة إلى الأسفل بسرعة 3 ونص، أي جسم لما تقطفه من الأعلى إلى الأسفل حتقطفه بالسرعة من الابتدائية، يعني السرعة الابتدائية يا طالب لا تسوي شنو صفر في حالة من القذف. معناها لما قذفتها قذفتها بسرعة ابتدائية كم 3 ونص، أنا عطاها لي في المسألة، لكن إذا كان ما عطاهاش لك أنت ضروري تعدي تجيبها حتى لو أن ما هي ما هيش شنو مطلوبة، لكن إحنا في المسألة اللي تو درناها يا طالب أن السرعة الابتدائية عطاها لنا اللي هي بكم ب 3 ونص، والجسم لما وصل لسطح الأرض وصل بالسرعة النهائية اللي هي كم 17 ونص، يبي منك الارتفاع اللي هي المسافة اللي هي الاس من اول ما بدا في عمليه القذف حتى لما وصل لسطح من الارض. شنو هو القانون الذي يربط العلاقه بين السرعه والمسافه؟ ما عندناش الا القانون الثالث، لان الاول والثاني يا طالب هذين فيهن زمن، والزمن ما عطاش لك في المساله،
القانون الثالث في تربيع، يو تربيع زائد 2 في جي في من في اس. بديت نعوض يا طالب 17.5 لكل تربيع لان قيمه السرعه من النهائيه، 3.5 لكل تربيع لان قيمه السرعه من الابتدائيه، 2 للجي قيمتها كم؟ 10. انا نبي الاس ضروري خليها في طرف من بروحها، عديت خليت الثلاثة ونص وشلتها بعكس الإشارة، الثلاثة ونص بالبيش بالموجب شلتها بعكس الإشارة بيش بالسالب، ومش نخلي الإس في طرف من بروحها، 2 في العشرة بيش بعشرين، وبعدين طبقت العملية اللي هي المضروب في المجهود شنو؟ مقسوم اللي هي 17.5 ناقص 3.5 لكل تربيع على 20 طلعت لي كام؟ 14.7 بالشكل هذا، معناها نبي نتفقوا إن الابتدائية يا طالب أنت تسوي صفر في حالة السقوط، تجد اليو تسوي صفر، لكن في حالة القذف اليو لا تساوي شنو؟ صفر. فدي مأخوذة قاعدة، إذا كان قال سقوط اليو تساوي صفر الابتدائية، لكن إذا كان قال لك قذفت معنى الابتدائية عندها شنو؟ قيمة ضروري يعطيها لي في المسألة. إذا كان ما عطاهاش لي في المسألة في اللحظة هذه يا طالب أنت ضروري تعدي تجيبها. حنعطيك واجب، والواجب هذا حنعطي مسألتين واجب، والواجب هذا يا طالب لما نكتب على السبورة وحنقرا لك تمام، لا مسألة على السقوط ومسألة على القذف. بالنسبة للمسألة على القذف مش حنعطيك السرعة من الابتدائية، انت تعدي تجيبها لي السرعة الابتدائية، وما ان في المسألة اللي بنكتبها توا اللي هي الواجب ما ان السرعة الابتدائية ما هيش مطلوبة، اللي مطلوبة منك في المسألة اللي بنكتبها توا هي السرعة من النهائية، بس انت ما تقدرش تجيب السرعة النهائية الا لما تجيب لنا السرعه من الابتدائيه. المساله اللي بنكتبها توا قاعده عندك في الاسئله الاستراتيجيه اللي نزلوها التعليم، المساله اللي بنكتبها على السبوره اللي هي اللي بنعطوها لك واجب نحن بعد ما شرحنا الدرس هذا. فالمساله اللي توا قدامك يا طالب ان حنكتبها على السبوره ومش حنعطيك السرعه من الابتدائيه، انت ضروري تعدي تجيبها، وحنقراها بشويه بشويه. مثال: قذفت كرة إلى الأسفل من ارتفاع 14.7 متر وتصل إلى سطح من الأرض بزمن 1.4 سكن، أوجد السرعة عندما تصل الكرة إلى سطح شنو يا طالب؟ الأرض. أقرأ السؤال وهذه نعتبرها لك مسألة واجب. قذفت كرة إلى الأسفل من ارتفاع 14.7، أي جسم لما نقطفه حنقطفه بالسرعة من الابتدائية، يعني السرعة الابتدائية يا طالب عندها قيمة، إذا كان ما عطاهاش لك في المسألة أنت ضروري تعدي تجيبها بالشكل هذا. هنا عطاك الارتفاع 14.7، تصل إلى سطح الأرض بعد زمن كم قدرة؟ 1.4 يا طالب. أوجد السرعة من؟ عندما تصل الكرة إلى سطح من؟ الأرض. الكرة لما تصل لسطح الأرض حتصل بالسرعة من؟ النهائية. يعني المطلوب منك في المسألة هذه مطلوب منك السرعة من؟ النهائية، بس انت ما يا طالب ما تقدرش تجيب السرعة من النهائية الا لما تجيب السرعة من الابتدائية، لان قال لك قذفت، ونحن قلنا اي مسألة نلقى فيها كلمة قذفت معنى السرعة الابتدائية عندها شنو قيمة، يا يعطيها في المسألة اذا كان ما عطاهاش لك يا طالب انت ضروري تعدي تجيبها. فالمسألة اللي قدامك هذه يا طالب ان السرعة الابتدائية ما عطاهاش لك، انت ضروري تعدي تجيب السرعة من الابتدائية، مش تقدر تطلع السرعة من النهائية، وما أن يا طالب السرعة الابتدائية ما هيش مطلوبة في المسألة، اللي مطلوبة هي السرعة من النهائية، بس أنت ما تقدرش تجيب قيمة السرعة من النهائية إلا بوجود من الابتدائية. معنى يا طالب لما جيت بتحل الواجب هذا أول حاجة عدي طلع السرعة من الابتدائية، لأن المسألة في حالة شنو؟ قذفت. ولما تطلع السرعة الابتدائية يا طالب منها عن طريق السرعة الابتدائية تقدر تطلع السرعة من النهائية، وعطيتك الارتفاع 14.7 قصدي، والزمن 1.4. فأنت شو تدير أول ما جيت بتحل المسألة هذه يا طالب؟ طلع السرعة من الابتدائية عن طريق من؟ عن طريق
الارتفاع عن طريق من؟ الزمن. ولما تطلع السرعة الابتدائية في اللحظة هذه امشي طلع السرعة من؟ من؟ النهائية بالشكل هذا. فعادة يا طالب السرعة الابتدائية يا طالب طلعها بالقانون الثاني اللي هو يربط العلاقة بين المسافة والزمن. ولما طلع السرعة الابتدائية بالقانون الثاني اللي هو يا طالب القانون الثاني هذا طلع منا السرعة من؟ الابتدائية في المسألة هذه. ولما تطلع السرعة من؟ الابتدائية بالقانون الثاني تمشي تطلع السرعة النهائية. يا تستخدم القانون الأول تطلع معاك، يا تستخدم القانون من؟ الثالث، حتى هي تطلع معاك يا طالب نفس النتيجة تطلع معاك. بس أول ما جيت بتحل المسألة طلع السرعة الابتدائية بالقانون الأول، وبعد ما عندك الارتفاع 14.5 وعندك الزمن 1.4 تقدر تجيب السرعة من؟ الابتدائية. ولما تطلع السرعة الابتدائية أنت اختار يا طالب، طلع السرعة النهائية يا بالقانون الأول يا بالقانون من؟ الثالث بالشكل هذا. وهيك يا طالب وصلنا محاضرتنا اليوم. ومحاضرتنا اليوم يا طالب اللي شرحناها شرحنا الأجسام الساقطة بإهمال مقاومة من؟ الهواء. ولما نهمل مقاومة الهواء نعاود ان الاجسام المختلفه تسقط نحو الارض بنفس من السرعه. اي جسم لما نسقط من الاعلى الى الاسفل السرعه الابتدائيه تسوي صفر. السرعه الابتدائيه يا طالب تسوي صفر في حاله السقوط، لكن اي جسم لما نقطفه من الاعلى الى الاسفل السرعه الابتدائيه لا تساوي شنو؟ صفر. لان السرعه الابتدائيه يا طالب في حاله القذف لا تساوي صفر، لان السرعه الابتدائيه ديما تسوي عندنا سرعه من القذف. واي جسم لما نسقطه او نقطفه من الاعلى الى الاسفل ويصل لسطح الارض حيصل بالسرعه من؟ النهائيه. يعني السرعه النهائيه يا طالب لا تساوي صفر في حاله السقوط وفي حاله القذف من الاعلى الى من؟ الى الاسفل، الا لو قلنا قال لك الجسم استقر في السؤال. يعني لما جاك في المساله هذه قال لك اوجد السرعه عندما تصل الكره الى سطح من؟ الارض. وبعدها جاء هنا يا طالب بعد الارض قال لك واستقرت. هيك تقعد النهائية تسوي صفر. لكن إذا كان ما كتبش كلمة يستقر معناها السرعة النهائية عندها شنو؟ قيمة. يعني الجسم لما وصل لسطح الأرض وصل بسرعة نهائية، يعني مازال يا طالب ما استقر بالشكل هذا. عجلة التسارع يا طالب ديما تسوي عجلة الجاذبية الأرضية أمتى؟ لما تهمل مقاومة من؟ الهواء بالشكل هذا. الأجسام قلناها الأجسام المختلفة تسقط نحو الأرض بنفس من؟ السرعة. وأي جسم لما تسقط من الأعلى إلى الأسفل العجلة قلنا شنو؟ تقعد تزايدية، والسرعة شنو؟ تزداد. والعجلة يا طالب تقعد تزايدية بس قيمتها ثابتة لا تتغير، قلنا قيمتها كان 10 في اللحظة هذه بالشكل هذا. واللحظة في اللحظة هذه يا طالب نحن وصلنا معاك لنهاية محاضرتنا اليوم اللي هن الأجسام الساقطة والمقذوفات من الأعلى إلى من؟ الى الاسفل بالشكل هذا. الحصه الجايه نخشوا على الدرس اللي بعده اللي هو القذف من الاسفل الى من؟ الى الاعلى باهمال مقاومه من؟ الهواء. ولما نكمل الدرس هذا يا طالب الحصه الجايه هيك نحن كملنا الباب من الثالث حنمشوا للباب من الرابع اللي هو قانون نيوتن من الثالث بالشكل هذا. وان شاء الله نكون انا وصلت المعلومه. الدرس هذا طبعا يا طالب درس يعتبر سهل ماهوش واعر. عندك فيه ثلاث قوانين تبي تستخدمهم بالشكل هذا وفي اللحظة هذه، بس المهم تقعد عارف ان الابتدائية تسوي صفر في حالة السقوط تصفرها، لكن في حالة القذف كيف المسألة هذه كتب لي قذفت معنى الابتدائية عندها قيمة. يا يعطيها في المسألة نحل بها، كم عطاش هي في المسألة كيف المسألة اللي تو درتها تمور، لا انت ضروري تعدي شنو تجيب السرعة من الابتدائية ومنها تطلع المطلوب. تو في المسألة هذه ما ايش مطلوبة السرعة الابتدائية يا طالب، اللي مطلوبة هي السرعة من النهائية. لأن أي جسم لما يصل لسطح الأرض حيصل بالسرعة من النهائية، بس أنت ما تقدرش تجيب السرعة النهائية إلا بوجود من الابتدائية بالشكل هذا. الدرس هذا ثلاث قوانين خذيناهن بالشكل هذا، يو في تي زائد نص جي في تي لكل تربيع. القانون اللي بعدها في تربيع يو تربيع زائد 2 في جي في من في اس بالشكل هذا. تم طالب والثلاث قوانين هذين تبدأ أنت تحل بهن المسائل انتعات السقوط أو القذف من الأعلى إلى من؟ إلى من؟ إلى الأسفل. بالنسبة للمسألة هذه عندك في المذكرة اللي نزلوها التعليم عندك نفس المسألة بالضبط، غير أن التعليم مغير الأرقام.
أنا داير 14.7 وداير 1.4 هذه هو دايرها مثلا 45 والزمن دايرها كام؟ 3 بالشكل هذا. ولما جيت بتحل المسألة هذه يا طالب أول حاجة طلع السرعة الابتدائية مش بالقانون الثاني، وبعدين امشي لما تطلع السرعة الابتدائية ودك تستخدم الأول أو تستخدم من؟ الثالث، ونقرأ السؤال اللي هو اعتبرناه لك واجب. والحصة الجاية لما نبدأ في محاضرتي الجاية حنبدأ نحل المسألة هذه اللي أعطيتها لك واجب، اللي هي قذفت كرة إلى الأسفل من ارتفاع 14.7 تصل إلى سطح الأرض بزمن 1.4 سكن، أوجد السرعة عندما تصل الكرة إلى سطح من؟ الأرض بالشكل هذا. وعندك يا طالب أخرى مسألة في المذكرة في الأسئلة الاستراتيجية شور السقوط، حنعطيها لك بالشكل هذا يا طالب. تم حتى هي تلقاها عندك وين؟ في الأسئلة الاستراتيجية بالشكل هذا. مثال قال لك يسقط حجر، هذه اعتبرها حتى هي واجب، يسقط حجر إلى الأسفل. لما يقول لك يسقط حجر إلى الأسفل معناه هو سقطه من الأعلى إلى من؟ إلى الأسفل. يسقط حجر من إلى الأسفل من ارتفاع قال لك 45 متر، فالمطلوب أوجد سرعة الحجر عندما يصل إلى سطح شنو؟ الأرض. هنا قال لي يسقط معنى السرعة الابتدائية تساوي صفر، هنا قال لي قذفت معنى السرعة الابتدائية لا تساوي صفر، ضروري يعطيها لي في المسألة. إذا كان معطاش لي في المسألة أنا ضروري عندي نجيبها يا طالب. نقرأ المسألتين واجب وإن شاء الله حنكتبهن توا في ورقة ونزلوا لك مع الصفحة أخرى مش تقد عندك. واضح 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 يا طالب. قذفت كرة إلى الأسفل من ارتفاع 14.7 وتصل إلى سطح الأرض بزمن 1.4، أوجد السرعة عندما تصل الكرة إلى سطح من؟ الأرض. المثال اللي بعده قال لك يسقط حجر إلى الأسفل من ارتفاع 45 متر، أوجد سرعة الحجر عندما يصل إلى سطح من؟ الأرض. نعاود يا طالب، السرعة النهائية لا تساوي صفر، لأن أي جسم لما يصل لسطح الأرض يصل بالسرعة من؟ النهائية. السرعة النهائية اتفقنا أمتى تساوي صفر؟ لما نقذف أو نسقط من الأعلى إلى الأسفل يجب أن يقول لي الجسم شنو؟ استقر. لكن إذا كان ما قالليش الجسم استقر معنى السرعة النهائية يا طالب عندها شنو؟ قيمة. أريد توقف المسألة طلب منك السرعة من؟ الحجر عندما يصل لسطح الأرض. هل كتب لك يستقر في المسألة؟ ما كتبهاش. معنى السرعة النهائية لا تساوي صفر، عندها قيمة بالشكل هذا. نعاود آخر كلام النظري اللي قلته، الأجسام الساقطة بإهمال مقاومة من؟ الهواء. اتفقنا أن مقاومة الهواء هي الاحتكاك على المحور من؟ الرأسي. لما نهمل الهواء اللي عندك في الجو الأجسام المختلفة حيصل لسطح الأرض بنفس من؟ السرعة. يعني عندي بلكة وعندي ريشة هن اثنين حيصل لسطح الأرض بنفس من؟ السرعة. لما نهمل مقاومة الهواء تقعد الاي تساوي من؟ الجي، وتقعد هن اثنين يا طالب قيمة 10. عند سقوط جسم سقوط حر السرعة الابتدائية تساوي صفر، عند قذف جسم من الأعلى إلى الأسفل السرعة الابتدائية لا تساوي صفر، لأن سرعة القذف ديما تساوي عندنا السرعة من؟ الابتدائية. أي جسم لما يصل لسطح الأرض حيصل بالسرعة من؟ النهائية. يعني السرعة النهائية في حالة السقوط أو القذف من الأعلى إلى الأسفل لا تساوي شنو؟ صفر. العجلة حتقعد عندنا تزايدية. كلمة تزايدية مش إن العجلة تزيد، لا، العجلة قيمتها 10، بس كلمة تزايدية معناها تقعد يا موجب. الدرس اللي بعدها حتقعد عندنا شنو؟ تناقصية. كلمة تزايدية من العجلة إشارتها موجبة بالشكل هذا. ما اللي تزيد؟ اللي تزيد عندنا السرعة، ومثلناها لكم يا طالب. أنا نسكن في الدور العاشر، لما ننزل من فوق بالدور العاشر الدور الأول حننزل بسرعة، لأني أنا ماشي مع عجلة الجاذبية من؟ الأرضية. لأني أنا ماشي مع قوة الجاذبية من؟ الأرضية. أكيد سرعتي تبي تزيد. عكس لما نركب للدور الخامس أو الدور العاشر محوطة ما نركب، لما نركب اللوطة لأني ماشي عكس عجلة الجاذبية الأرضية أكيد سرعتي شنو؟ بتقل. نحن عندنا في الدرس هذا درسين، درس اسمه الأجسام الساقطة بإهمال مقاومة الهواء اليوم كملناه. الدرس اللي بعده اللي هو الحصة الجاية هو عبارة عن القذف من الأسفل إلى من؟ إلى الأعلى بإهمال مقاومة من؟ الهواء. وعطينا درس وعطينا شنو؟ مسألتين واجب، مسألة على القذف ومسألة على السقوط. هنا الابتدائية تساوي صفر لأن كتب لي سقوط.
هنا الابتدائية لا تساوي صفر لأن كتب لي شنو قذفت بالشكل هذا يا طالب. وهكي وصلنا لمحاضرتنا اليوم، نهاية المحاضرة اليوم اللي هو الدرس لما قبل الأخير، مش نبدو نخشه على الباب من الرابع ونكملوا آخر شيء عندنا وين في الميكانيكا في 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 اللي عندنا في السنة هذه بالشكل هذا. وهذين مسألتين يا طالب واجب، واستخدم القوانين الثلاثة بالشكل هذا، والمسألتين سهلات. بالنسبة يا طالب عندك المسألة هذه طلع لنا السرعة الابتدائية بالقانون الثاني، ولما طلع السرعة الابتدائية بالقانون الثاني براحتك يا طالب تبي تطلع النهائية بالقانون الأول أو بالقانون من الثالث. أما هذه يا طالب المسألة هذه سهلة ما عندكش فيها أي مشكلة، يبي مني السرعة من النهائية وعطيني الارتفاع شن هو القانون الذي يربط العلاقة بين السرعة النهائية والارتفاع، ما عندكش إلا القانون من الثالث، لأن السرعة الابتدائية في اللحظة هذه حتساوي شنو صفر لأن قال لي شنو يسقط. بس في اللحظة هذه نحن وصلنا المحاضرة بتاعتنا اليوم، وإن شاء الله نكون أنا وصلتك للمعلومة، وإن شاء الله نكون وصلت المعلومة للطالب، وإن شاء الله نكون ما قصرناش معاكم، وحنبدو معاكم توا في تكملة المنهج بالكامل. وكل درس نجي نشرحه نوريك السؤال اللي عندك في الأسئلة من الاستراتيجية، هذا قاعد في الأسئلة الاستراتيجية، وهذا السؤال هذا قاعد في الأسئلة من الاستراتيجية، والنظر اللي كتبته بدري تلقاه عندك أخرى في الأسئلة من الاستراتيجية. الدرس اللي بعده لما نشرح اللي هو اسمه القذف من الأسفل إلى من إلى الأعلى، تمول له بإهمال مقاومة الهواء، حنعطي المسائل اللي قعدت في المذكرة بتاع الأسئلة من الاستراتيجية، ونمشي نكملوا الباب اللي بعده اللي هو قانون نيوتن من الثالث، ونخشوا على الطاقة وطاقة الحركة وطاقة من الوضع اللي هو نهاية من منهج الميكانيكا. وإن شاء الله نحن ما نقولوش مقصرنا معاكم، وإن شاء الله ما نقولوش نحن قصرنا معاكم في توصيل المعلومة، وإن شاء الله ربي يوفقكم، وإن شاء الله تخشوا الامتحان يوم 29 يا وتطلعوا كلكم من ناجحين ومعدلات شنو عالية. شكرا للمدرسة المستقبل لتوفير الإمكانيات هذينا، وإن المدرسة ما وقفتش بكل حتى من بداية أزمة كورونا وهي تعرض، فشكر نشكرهم واجد جدا.